يؤكد صندوق النقد الدولي أن الجائحة كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري، حيث أن الاختلالات الماكروإقتصادية المسجلة منذ فترة طويلة كانت السبب في ضيق هامش المناورة لأصحاب القرار. ويفيد بيان لبعثة الصندوق أنه كانت للجائحة والتراجع المزمن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري، مما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقارب 5% عام 2020. واعتبر الصندوق أن السياسة المالية العامة التوسعية المتبعة منذ عدة سنوات أدت إلى زيادة مستويات العجز في الحساب الجاري الخارجي وإلى ارتفاع كبير في الاحتياجات التمويلية. ويمضي صندوق النقد محذرا بأن عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي اتسع من جديد في 2020 بالموازاة مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48 مليار دولار أمريكي مقابل 62 مليار و800 مليون دولار في 2019. ومن المؤشرات السلبية الأخرى يضيف المصدر ذاته تسارع التضخم إلى 4.1% في المتوسط السنوي في يونيو 2021، متوقعا تباطؤ النمو على المدى المتوسط بسبب التراجع المحتمل للطاقة الإنتاجية في قطاع المحروقات، وذلك في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص. ويشير صندوق النقد إلى أن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة، وسيستنفذ احتياطات الصرف ويسبب مخاطر على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي. وبشكل عام فإن ذلك سيعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو ويفاقم من أزمة البطالة. وأمام هذه الصورة القاتمة هناك حاجة ملحة يؤكد صندوق النقد الدولي لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية بهدف تصحيح الاختلالات الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأكثر هشاشة والتي تضاعفت أعدادها. صندوق النقد أوصى بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف، كما شدد على ضرورة ملحة أخرى تتمثل في تنفيذ إصلاحات جوهرية لتعزيز الشفافية وحكامة المؤسسات القانونية والمالية والنقدية في مجموع القطاع العام.